السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب، نعود إليكم بفيديو جديد. جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022، موعد البطولة ونظامها ومواعيد مبارياتها. يترقب عشاق الكرة القدم العربية كأس العرب تحت 20 عام، والتي تقام في السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2022. منتخب السعودية والمغرب هما الأكثر حظا والأكثر تتويجا في هذه البطولة برصيد مرتين لكل منهما، وسيحاول الأخضر السعودي استغلال عاملي الأرض والجمهور بحثا عن التتويج الثالث في تاريخه. تنطلق هذه البطولة في 20 يوليو الأسبوع المقبل، وسوف تكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي السعودية وموريتانيا، وسوف تنتهي البطولة يوم 6 آب المقبل. فما هو نظام هذه البطولة؟ نظام بطولة كأس العرب للشباب يقوم على تقسيم المنتخبات ل6 مجموعات، وتتكون كل مجموعة من 3 فرق. يلعب كل منتخب مبارتين، ثم يصعد إلى ربع النهائي أصحاب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين في المركز الثاني. أما عن مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 عام، حيث ضمت البطولة 18 منتخبا، وستبدأ الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في 20 من هذا الشهر الأسبوع المقبل، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي السعودية وموريتانيا 20 يوليو في 6 مساء بتوقيت السعودية وتوقيت العراق. تليها مباراة الإمارات والأردن 8 مساء بتوقيت مصر، و9 مساء بتوقيت السعودية والعراق. في اليوم الثاني تلعب الجزائر مع لبنان 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية. تليها مباراة مصر وعمان 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق. في 22 من هذا الشهر تلعب تونس مع البحرين 5 مساء، تليها مباراة المغرب مع السودان 9 مساء، وفي 23 تلعب الأردن مع اليمن 5 مساء، تليها مباراة العراق وموريتانيا 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية. في 24 من هذا الشهر تلعب عمان مع الصومال 5 مساء بتوقيت السعودية والعراق. تليها مباراة لبنان مع ليبيا 9 مساء. السودان وفلسطين يلعبون في 25 من هذا الشهر 5 مساء. تليها مباراة البحرين وجيبوتي 9 مساء بتوقيت السعودية. العراق والسعودية المباراة القوية والحاسمة ستكون في 5 مساء من 26 من هذا الشهر. تليها مباراة اليمن والإمارات 9 مساء بتوقيت السعودية. ليبيا والجزائر المباراة القوية الإفريقية ستكون في 27 من هذا الشهر 5 مساء بتوقيت السعودية. تليها مباراة الصومال مع مصر 9 مساء بتوقيت السعودية، و8 مساء بتوقيت مصر الحبيبة. جيبوتي مع تونس يلعبون في 28 من هذا الشهر 5 مساء بتوقيت السعودية. تليها مباراة فلسطين والمغرب 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق. نتمنى كل التوفيق لجميع فرق هذه البطولة وتقديم مستوى جيد والنهوض بالكرة العربية إلى الأفضل. نراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله.